السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو تعريفي عن طبيعة عمل مهندس التصميم الكهربي، ودي هتبقى مفيدة للخريجين اللي قدامهم فرص عمل في مجال المكاتب الاستشارية أو التصميم الكهربي عموما. هتبقى مفيدة بالنسبة لهم إن هم يعرفوا ايه المهام اللي هيقوموا بيها او اللي هتطلب منهم، بحيث ان هو ان المهندس الخريج يقدر يعرف ايه النقط اللي هو محتاج يقوي نفسه فيها. عموما الثلاث عناصر الاساسية يعني اللي هتكلم عنهم هم اول حاجة اللي هو low voltage distribution system، وتاني حاجة الميديوم فولتج ديستريبيوشن سيستم، وتالت حاجة هنتكلم كده بشكل مختصر عن السوفت ويرز اللي مهندس الكهرباء محتاج ان هو يكون يعرف يتعامل معاها عشان يقدر يسهل على نفسه المهام المطلوبة منه في شغله كمهندس تصميم كهرباء. بداية كده المشاريع اللي لما المهندس الكهرباء يعني بيلتحق بأحد المكاتب الاستشارية بيلاقي انه ممكن يصنف المشاريع اللي بتقابله لمشاريع، في بعض المشاريع بيكون فيها شغل low voltage distribution systems، وفي مشاريع تاني بيبقى فيها شغل medium voltage distribution system، وفي مشاريع كبيرة بتحتوي على الاثنين، شغل medium voltage وشغل low voltage. على حق طبعا ده كله بيتحدد على حسب حجم المشروع، هل هو مشروع صغير مجموع يعني عبارة عن مبنى كده وخلاص يبقى كده غالبا هيكون low voltage، ولا حاجة اكبر شوية مثلا مجمع سكني كامل او كده، ففي الحالة دي هيبقى فيه شغل medium voltage و low voltage مع بعض. تاني حاجة عموما بالنسبة للشغل بتاع مهندس الكهرباء في أي مشروع أو مهندس التصميم الكهربي يعني في أي مشروع تصميمي، ممكن نصنفه لتلات عناصر. البرودكت يعني اللي بيطلعه المهندس الكهرباء في آخر المشروع بيبقى عبارة عن حاجة، الأولى دروينجز بيبقى ان هو بيطلع يعني رسومات، والحاجة التانية calculations اللي هي الشيتات الحسابية اللي بيطلعها، وتالت حاجة bill of quantities اللي هو البيو كيو او حصر الكميات، ان هو بيقدر يجمع الكميات اللي هو محتاجها في علشان يقدر ينفذ المشروع ده. وطبعا علشان مهندس التصميم الكهربي يقدر يقوم بالمهام دي كاملة يعني على اكمل وجه، المطلوب منه ان هو يكون عنده معرفة جيدة بالبيزكس بتاعة الكهرباء اللي بتقابله في كل الاعمال دي، وبالاضافة لان هو يكون عارف ازاي يتعامل كويس مع برامج السوفت ويرز اللي هو اللي هتقابله علشان يقدر يقوم بالمهام دي. طيب لو بدأنا نتكلم بشكل تفصيلي شوية عن شغل الـ low voltage distribution system design، فممكن نقدر نفصله للعناصر دي، ان انت يعني لو دلوقتي انت مهندس تصميم كهربي وهتعمل ديزاين لو فولتج ديستريبيوشن سيستم لمبنى معين مثلا، فهتلاقي ان انت مطلوب منك الست حاجات دول، انك تصمم اول حاجة اللايتنج سيستم، وبعد كده السمول بار سيستم، وتعمل كوردينيشن مع الديسيبلينز او التخصصات التانية اللي بتدي لك احمال كهربية، وبعد كده بتعمل كمان الكيبل روتينج سيستم، وبتعمل الايرثنج سيستم، وبتعمل سنجل لاين دايجرام. طيب لو هنتكلم عن اول حاجه اللي هي اللايتنج سيستم، نظام الاناره، فعمليه تصميم نظام الاناره بتبدا الاول باختيار الكشافات المناسبه لنوعيه الفراغات اللي بتكون موجوده جوه المبنى اللي حضرتك هتشتغل عليه،
فانت بتشوف ايه نوعية الفراغات الموجودة عندك، مكاتب، مخازن، معامل، كوريدورز، الطرقات يعني، ميتينج رومز، غرف كهرباء، غرف اتشباك، ريسبشن، وهكذا. وبتختار الكشافات المناسبة لكل نوع من الفراغات دي. وطبعا اكيد في ممكن يكون كذا نوع فراغات مختلفة، وبتاخد نفس الكشاف عادي، ده على حسب طبيعة الفراغات او الغرف دي. وبعد ما بتختار الكشافات بتعمل حسابات الانارة بتاعتك اللي غالبا هتستخدم فيها برنامج سوفت وير من البرامج الموجودة، علشان تحدد اعداد الكشافات اللي انت محتاجها في كل فراغ من الفراغات دي بالنوع بالانواع اللي انت هتختارها. وفي الاخر بتقدر انك تعمل اكسبورت للنتائج اللي انت طلعتها من برامج من السوفت وير بتاع حسابات الانارة، وتاخد الكشافات دي بالاعداد بتاعتها وتحطها على رسومات نهائية هتطلعها لسيستم الإنارة. تاني سيستم هو السمول بار سيستم. وتصميم السمول بار سيستم ده معناه انك بتحدد الأماكن وأنواع الأوتليتس المختلفة اللي انت هتكون محتاجها في المبنى، في كل جزء من اجزاء المبنى بتاعك، على حسب اماكن يعني على حسب طبيعة معمارية لكل فراغ، وعلى حسب الابليانسز او اللودز المختلفة اللي موجودة عندك. يعني انت هتدور فين مثلا الكمبيوترز، فين المكاتب، فين المطابخ، فين الأجهزة المختلفة وهكذا، وفين هحط السوكتس للجنرال يوز جنب كل باب وهكذا. وفي الآخر بتجمع كل الشغل ده في الرسومات الخاصة بالسمول بار سيستم. بعد كده بتعمل حاجة اسمها coordination with other disciplines electrical loads، بمعنى انك بتتواصل مع الأقسام التانية اللي شغالة معاك في الشركة في نفس المشروع، زي مثلا تخصصات الـ HVAC اللي هم التكييف واللايت كارنت التيار الخفيف واللاندسكيب اللي هم بيعملوا شغل الشجر اللي بيبقى حوالين المباني والتقسيمات الخارجية وكده، والبلامينج اللي هم بيعملوا أنظمة الصرف وإطفاء الحريق وبيحطوا المضخات بتاعتهم وكذا. والناس دي كلها بتبعت لك الأحمال، يعني بيبعت لك أماكن المعدات اللي هو محتاج إن هي تاخد كهرباء، ومقدار اللود الكهربي بتاع كل لود من اللودز دي. يعني يقول لك مثلا هنا عندي بامب قدرتها مثلا 50 كيلو وات، عايز لها تغذية كهربية، فانت هتاخد المكان ده وتوقعه عندك في الرسومات عندك بتاعة الكهرباء، وتحط لها التغذية المناسبة ليها، الكابل والايزوليتنج سويتش مثلا وهكذا. يبقى انت كده بتعمل كوردينيشن مع اللودز بتاعة الاقسام التانية وهكذا في كل الاقسام التانية اللي احنا ذكرناها. فبيتم التواصل ما بين الأقسام وبين قسم الكهرباء علشان يقدر يوفر التغذيات دي لكل لود على حسب مقداره ومكانه ونوع التغذية اللي هو محتاجها، سواء تغذية نورمال أو إمرجنسي أو UPS أو كده، على حسب نوعية الحمل اللي موجود أو على حسب الأهمية بتاعته كمان يعني. بعد كده من ضمن السيستمز اللي بيعملها مهندس الكهرباء الكيبل روتينج سيستم. الكيبل روتينج سيستم ده بتبقى برضو مجموعة رسومات بتطلع، وبيتوضح المهندس الكهرباء بيوضح فيها الالكتريكال اكويبمنت اللي هو محتاج ان هو يحطها جوه المبنى في غرف الكهرباء. طبعا طب ايه
الالكتريكال اكويبمنت المهندس الكهرباء بيحطها، والله هو بيحط مثلا الاماكن الرينج مين يونتس اللي هو عايزها، واماكن المحولات الترانسفورمرز بالاحجام اللي هو حسابها طبقا لللودز اللي عنده، وهكذا برضو المين ديستريبيوشن بوردز اللي هي الام دي بيز، واللوحات التانية زي السب مين ديستريبيوشن بوردز الاس ام دي بيز والبرانش بانلز وهكذا. نفس الحال طبعا مثلا محتاج جنريتور، محتاجه مثلا فين مكان الاوضه بحددها، وحجم الجنريتور كام، الريتنج بتاعه، وكذلك الحال في اليو بي اس اللي هو الان انتربتبل باور سبلاي. بالخلاصه اي اكويبمنت محتاج يحطها او محتاج يستخدمها مهندس الكهرباء بيحطها بالمكان بتاعها في الكيبل، في الرسومات بتاعت الكيبل روتينج سيستم. مش بس كده، لا، في نفس الرسومات دي كمان بيوضح مسارات الكابلات اللي هتمشي ما بين كل الاكويبمنت دي، يعني المسارات الكابلات اللي هتمشي من اول الاول حاجة خالص مثلا الرينج مين يونت لغاية اصغر لوحة موجودة عندي لوحات البرانش بانلز اللي هي الاضاءة والباور، كل ده بيتوضح في الرسومات بتاعة الكيبل روتينج سيستم. ودي يعني صور توضيحية كده للترانسفورمر والام دي بي والديزل جنريتور واليو بي اس. برضو من ضمن السيستمز اللي بيعملها مهندس الكهرباء الايرثنج سيستم، وطبعا تابع لي اللايتنينج بروتكشن سيستم. دي الانظمة اللي هي بتاعت اللي بتحمي المبنى والمعد، يعني طبعا اللايتنينج بروتكشن سيستم ده النظام اللي بيحمي المنشأة نفسها من والمعدات اللي جواها من الصواعق الكهربية. بتوضح ازاي انك هتقدر توفر الحاجات او الاكسسوارز اللازمة انها تتحط فوق المبنى، علشان لو حصل اي صاعقة كهربية تقدر تسرب الشحنة دي وتوصلها للارض بدل ما تدخل جوه، بدل ما تضرب المبنى. طب الارسنج سيستم ده نظام التقريض اللي بيتعمل علشان يحمي الاشخاص اللي موجودين من الصواعق، ان هم يحصل لهم صاعقة كهربية من نتيجة للفولت، وبرضو بتحمي المعدات ان لو حصل اي فولت كارنت يعني حصل جوه المبنى في اي مكان، بتقدر ان انت توفر مسار لتسريب الفولت كارنت ده علشان ما يمرش في السيستم ويدمر الاكويبمنت الموجودة والكابلات وكده، وفي نفس الوقت بتسرب الفولت كارنت ده لغاية ما تسربه في الارض مؤقتا لغاية ما البروتكشن سيستم يفصل الكهرباء عن الجزء اللي فيه مشكلة. بعد كده مهندس الكهرباء او مهندس التصميم الكهربي بيقدر يعمل سينجل لاين دياجرام. ده من خلال دي رسومات بتتعمل علشان توضح المسارات بتاعة التغذية الكهربائية هتمشي من اللي فين، من اول حاجة من اول رينج مين يونت لغاية اي كومبوننت تاني موجود، بيتوضح على السينجل لاين دياجرام ده زي ترانسفورمر والام دي بي والجنريتور والاي تي اس والاي ام دي بي وهكذا، يو بي اس واليو دي بي وباقي اللوحات اللي هي السب مين والبرانش مانل وهكذا. هو ده السنجل لاين دياجرام اللي من خلاله بنوضح التغذية الكهربية مين بيغذي مين، يعني ببساطة كده. ودي نظرة عامة كده للو فولتج ديستريبيوشن سيستم. بيبقى مكوناته الرئيسية اللي احنا حكينا عنها ان بيبقى فيه ام دي بي واخدة من ترانسفورمر، والترانسفورمر ده مربوط مع شبكة ميديوم فولتج برينج مين يونت، والام دي بي بتبقى واخدة كونكشن من
او يعني بيبقى في جزء من اللودز اللي بتديها الام دي بي هيتغذى بالجنريتور، وجزء تاني هياخد من اليو بي اس. زي ما وضحنا فوق كده ان في خروجات كده من الام دي بي، خروجات نورمال وفي خروجات امرجنسي بتاخد من الجنريتور، وحاجات تاني بتاخد من اليو بي اس على حسب اهمية الاحمال. وبعد كده زي ما وضحنا السب مينز بتبقى موجودة، وكل سب مين بتدي مجموعة من البرانش بانلز، والبرانش بانلز دي بتتصل مباشرة مع اللودز اللي هي زي البرانش سيركت اللي هي الاضاءة والباور والتكييف. تاني نوع من السيستمز زي ما قلنا احنا في الاول ان احنا عندنا لو فولتج وميديوم فولتج. فدلوقتي هنتكلم عن تاني حاجة اللي هي الميديوم فولتج ديستريبيوشن سيستم، وده اللي بنعمل يعني امتى بنعمل تصميم لنظام ميديوم فولتج. ده لما بيكون في مشروع جاي هتشتغل فيه، مشروع كبير زي مثلا المدن السكنية او المجمعات اللي هي الكومباوندز الكبيرة اللي بيتعمل لها تخطيط عمراني من الاول. ومن ضمن التخطيط اللي بيتعمل ليها بيبقى التخطيط الكهربي اللي هو والله عايزين نشوف المجمع زي مثلا الموجود في الصورة ده عايز كم محول، طب فين اماكن المحولات، طب هتربط المحولات دي مع بعض ازاي، طب الديستريبيوتر اللي هيغذي المحولات دي هيكون فين، وهكذا. هو ده المقصود بال الميديوم فولتج ديستريبيوشن سيستم. فطبعا مهندس كهرباء اللي بيكون مطلوب منه المهام دي ان هو بيحدد اعداد المحولات، هتكون هيحتاج كام محول، واماكن المحولات كام، والريتنج بتاعها طبعا كام ميجا فولت امبير او كام كيلو فولت امبير، وهيربط ازاي المحولات دي مع بعض عن طريق الميديوم فولتج لوبس، وفي الاخر مكان الديستريبيوتر هيكون فين. طيب السكيم او الشكل العام بتاع الميديوم فولتج ديستريبيوشن سيستم، الميديوم فولتج ديستريبيوشن سيستم بيبدا من الميديوم فولتج ديستريبيوتر اللي بيطلع منه مجموعه من الميديوم فولتج لوبس، وكل ميديوم فولتج لوب بيكون عليها شويه ترانسفورمرز، وكل ترانسفورمر بدوره بيبقى طالع منه كابلات لكذا بيلر، والبيلر بيدي مجموعة من الكوفريهات اللي هي اللوحات اللي بتبقى موجودة على السور بتاع كل مبنى، او اللي هي الفيلل مثلا على حسب لو كان ده مشروع سكني او عمارات. وفي الاخر الكوفريه ده هو اللي بيوصل التغذية الكهربية لللودز اللي موجودة جوه العمارة او الفيلا. طيب احنا كده اتكلمنا عن اللو فولتج سيستم والميديوم فولتج سيستم بشكل مختصر. نتكلم عن الحاجة التالتة والاخيرة اللي هي السوفت ويرز اللي بتستخدم في التصميم الكهربي. طبعا السوفت ويرز اللي بتستخدم في التصميم الكهربي كتيرة، ومن وقت للتاني بيحصل فيها ابديتس. انا بس يعني في برامج كتيرة جديدة طبعا بتظهر، وبرامج بيبطلوا يشتغلوا بيها، يعني بيحصل يعني كده احلال وتجديد. انا هتكلم بس عن بعض، مش هغطي كل البرامج، انا هتكلم بس عن بعض البرامج اللي هي تعتبر يعني اكتر برامج مشهورة فيها في السوق. يعني فاول حاجة الاوتوكاد ده برنامج من منتجات شركة اوتوديسك. هو اصلا برنامج رسم هندسي احنا بنستفاد بيه في المجال، ان بيبقى الشركة كلها بتشتغل بالبرنامج ده، ان المعماري بيعمل لك الرسومات بتاعته في شكل ملفات اوتوكاد، وانت بتاخدها كأي قسم تاني او كقسم كهربا، تاخد الرسومات دي بتشتغل عليها، توزع الشغل بتاعك بقى اللي هو كل السيستمز اللي احنا حكينا عنها، اضاءة سمول باور كيبل روتينج ايرسينج وهكذا. بتاخد الرسومات اللي المعماري عملها دي بالاوتوكاد وتحط وتوزع عليها الشغل بتاعك كله ككهربا.
فالادوات او الاوامر بتاعت الاوتوكاد بتسهل عليك انك تقدر تطلع الرسومات اللي انت عايزها من خلال برنامج الاوتوكاد. تاني حاجة الريفت. الريفت ده برضو منتج من منتجات شركة اوتوديسك، يعتبر متطور شوية عن الاوتوكاد، ان هو في فكرة البيم او اللي هو البيلدينج انفورميشن موديلينج، ان انت بدل ما تتعامل مع الرسمة، بدل ما البرنامج يعني بيتعامل مع التصميم بتاعك على ان هو شوية خطوط وبلوكات وتكستات، لا هنا الريفت شوية في حتة في ذكاء شوية، ان هو بياخد الاليمنت بتاعك ده زي الكشاف او السوكت، بيتعامل معاها على ان هي فاميلي، والفاميلي دي فيها بارامترز موجودة، فيها مثلا الفولتج، فيها اليومين، فيها اسم المصنع، وفيها الفولت والواتج، وبيقدر انه من خلال الداتا اللي انت بتحطها دي على الفاميلي بيقدر يتعامل بيها في اي مستند انت او في اي حاجة انت بتعملها جوه المشروع اللي انت عاملها، جوه المشروع اللي انت عامله، وبيقدر انه يستخدم الداتا دي مثلا تخليه يطلع لك بيها مثلا شيتات حصر، يطلع لك بانل سكادوال، يطلع لك مثلا رسمة 2D، رسمة 3D، رسمة سيكشن. فدي من الاضافات اللي بتميز الريفت عن الاوتوكاد. تالت برنامج اللي هو برنامج الديالكس، طبعا ده من اشهر برامج اللي بتستخدم في حتة اللايتنج كالكوليشنز. في برامج تاني طبعا غيره، بس هو الديالكس من اشهر البرامج، اللي هو بياخد منك رسمة الاوتوكاد اللي عملها المعماري، وانت بتقسم عليها تحط حدود الغرف اللي انت عايز تعمل لها حسابات اضاءة، وبتاخد ملفات الداتا بتاعت الكشافات اللي هي تسمى بلاجين فايلز، تحطها على الديالكس وتعمل حسابات الاضاءة، وتقدر انك تاخد الرسوم الحسابات اللي انت عملتها تعمل لها اكسبورت على الرسومات الاوتوكاد، تاخد اماكن واعداد الكشافات اللي انت عملت بيها الحسابات. وطبعا بيعمل ممكن تطلع شيتات بي دي اف فايلز بقيم الاضاءة اللي انت طلعت معاك في الحسابات. رابع برنامج هو المايكروسوفت اكسل، ده من منتجات شركة مايكروسوفت. برنامج مفيد جدا في التصميم الكهربي، ان هو بيتعمل عليه حسابات كتير، زي مثلا البانل سكادولز، ان انت تعمل جدول استامبا جاهزة كده لكل بانل موجودة عندك في المشروع، وتقدر تحط الديتيلز بتاعت كل بانل على جوه، يعني في شيت يكون باسم البانل دي، مثلا الدواير، الدائرة رقم 1 فيها كم كشاف، الدائرة التانية فيها كم سوكت، وهكذا، ويقدر يحسب لك اللود الكلي بتاع اللوحك هيكون كام. وممكن تقدر كمان من خلاله تسجل الداتا بتاعت الكابلات من الكتالوجات، ويساعدك انك تعمل عملية السيركت بريكر سايزنج والكابل سايزنج كمان من خلال الداتا اللي انت هتسجلها عليه. في النهاية كده احنا ادينا كده فكرة مختصرة عن مجال العمل بالنسبة لمهندس التصميم الكهربي، اتمنى تكونوا استفدتوا منها، ولتفاصيل اكتر تقدروا تدخلوا على نفس القناة على البلاي ليست بتاعت كورس التصميم الكهربي، هتلاقوا تفاصيل اكتر عن الحاجات اللي اتكلمنا عنها في الفيديو ده. وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.